صباح بالارصاد. وصرح الحقيقه الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه ان مصر بتشهد الايام دي جو خريفي لطيف على اغلب انحاء الجمهوريه، مع وجود ارتفاع في نسبه الرطوبه بيؤدي لوجود شبوره مائيه خفيفه على الطريق. اضاف رئيس هيئه الارصاد الجويه ايضا ان هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد ولا يسمح لحركه الملاحه في البحر الاحمر، وان السواحل الشماليه للبحر المتوسط بالفعل لا توجد نشاط للرياح فيها وتسمح لحركة الملاحة البحرية. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. دكتور أحمد صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. طيب بالنسبه فندم للشبوره، انا عايزه افهم بس، يعني عايزين نعرف بس دلوقتي هل في احتياطات المواطنين ياخدوها، خصوصا ان الناس اللي بتمشي على طرق سريعه، ويعني الى اي مدى تصل خطوره هذه الشبوره؟ يعني هي الشبوره خفيفه، يعني دلوقتي احنا بقينا الساعه 9 دلوقتي بدات تنتهي، وهي نتيجة ارتفاع في نسب الرطوبة. هي بتبقى من الصباح الباكر حتى حوالي الساعة 6 الصباح مع فترة طلوع الشمس بتبقى تتشدد الشبورة، لكن هو السبب الأساسي ارتفاع نسب الرطوبة. تمام يا فندم. بالنسبة للتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، كيف هو التنسيق؟ ويعني عايزين نطمن السادة المواطنين، خصوصا أن في بعض المدارس ابتدت بالفعل. يعني هناك تنسيق تام وكامل بين هيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور. دائما أول بيحدث لما بنطلع سواء النشر أو البيان على طول بنبعته للإدارة العامة للمرور بتتخذ الإجراءات اللازمة فيه. تمام يا فندم. طيب بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا مثلا؟ السواحل الشمالية تروح من 26 30، وفي البحر والقاهرة ما بين 33 34، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة حتى شمال الصعيد تروح من 36 37، اخيرا جنوب الصعيد هو اللي اعلى شويه بين 39 و 40. تمام يا فندم، شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. توصلوا بالف سلامه ان شاء الله، وناخد بالنا بقى يا جماعه علشان موضوع الشبوره. طيب